يا دكتور بيجي لي ألم في المفاصل، هل ده بسبب نقص الكالسيوم؟ طبعا نقص الكالسيوم من ضمن أسبابه، بس ما تاخدش كالسيوم إلا ما تعمل تحليل، اعمل تحليل الكالسيوم وتحليل فيتامين د، إنما نقص الكالسيوم ممكن فعلا يعمل مشاكل في ألم العظام، يعمل مشاكل في الناس اللي عندهم خشونة في الركبة، لا أكيد طبعا. ولا ممكن ارتشاح مثلا، ما هو ارتشاح. هو يعمل تحليل كالسيوم حتى لو عنده خشونه وهياخد ادويه خشونه زي الجينوفيل او الجلوكوزامين او الحاجات دي، كده كده برضو نشوف الكالسيوم، لان ممكن يحتاج ياخد كالسيوم مع ادويه الخشونه. تمام.